كلام صواب. لما تكلم على الجيش والحرب والاستقلال، لا ظننا باللي كلام صواب. هو ما في المباراة ما ينفع، إلا ما ينفع حتى شيء. يعني اللي ينفعك هو التحضير تاعك البدني والذهني والتقني. ما بتكلمني على الشهداء والثورة، هذيك خلاص مشات. وكاين زاده كاين ظاهرة جديدة بديع اللي حقيقة أنا مازال ما فهمتهاش، والله ما فهمتهاش. ربما الأستاذ تما كيفهمني، هما الرسائل تاع الاعتذار. يعني تقريبا جول اللاعبين تاع المنتخب الجزائري بعثوا رسالة للشعب الجزائري. اعتذار، رسائل الاعتذار. اي أنا هذه ظاهرة جديدة ما مع السوشيال ميديا هذه، مع الفيسبوك والتويتر والانستغرام، دخلت في الثقافة هذه جديدة. بالله وريني أي منتخب، يعني منتخبات أخرى اللي ما مشاش في كأس العالم واللاعبين تاعها يعني بعثوا رسائل اعتذار للشعب ديالهم. لا ما نظنش موجودة هذه. ماذا بيا الأستاذ يفهمني، وربما عنده قراءة أخرى. لا والأستاذ خبير في السوشيال ميديا. خبير ما عندي حتى شيء والله العظيم. شوف كي أنت ما فهمتش، تحبني أنا نفهم؟ مش نقول لك. وعندك الحق، الظاهرة هذه الشعبوية نتاع الاعتذار هي البرازيل خسرت 7 مع ألمانيا ما عملوش اعتذار. خاطر عادي جدا. دخلت عادات وتقاليد، عادات الشعبويه ذي وليت شو معناها كما قلت لك قبيليك الشعب والوطن. لا الشعب لا وطن، يا ودي توما اونس جوار كونتر اونس، خلي الوطن والشعب وكذا. ونرجع لكلامي، بالماضي تعامل كسوبورتير، والسوبورتير يتعامل بعواطفه وليس بواحد اكثر ولا اقل.